عبد العليم، استشاري العلاج الطبيعي بالقصر العيني جامعة القاهرة. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم، هو التهاب العصب السابع. ده التهاب بيبقى في العصب السابع، بيأثر على حاجة اسمها عضلات الوش بتاعة الفيشل اكسبريشن. يعني ايه فيشل اكسبريشن؟ اللي هو حركات التعبير. العيان اول ما بيجيله العصب السابع، يعني عينيه بتنزل دموع لوحدها، البق بيتعوج في ناحية لوحده. أو للأسف نقول له غمض عينيك، عينيه مش راضية تتغمض، يعني عينيه مفتحة على طول، يعني حتى هو نايم مش عارف يغمض عينيه. ده بالعصب السابع احنا بنعمل فيه علاج مميز جدا، برضو من العلاجات اللي هي مش موجودة عندنا. جهاز أمريكي بنحقن فيه مادة مضادة للالتهاب بتاع العصب، وبنبدأ نشتغل على العصب نفسه، بنعمل تنبيه للعضلات بطريقة معينة. كمان التنبيه العضلات اللي عندنا مش تنبيه عضلات برضو عادي، لا، عضلات الوش بتبقى صغيرة، فبنستخدم حاجة اسمها بوينتر ستيميوليشن، بنمشي على نقطة نقطة من عضلات الوش على أساس نقدر يعني نحصل على أحسن نتيجة مع مجموعة من التمرينات بتتعمل. تبقى الجلسة في حدود 2.5 ساعة 3 ساعات، وبتجيب نتيجة هايلة إن شاء الله. يعني في خلال أسبوعين 12 جلسة بنعملهم يوميا، بيكون العيان مخلص. لو حالة صعبة جدا بكتير بنعيد الكورس إيه مرتين. هنتكلم بقى دلوقتي، هنشرح أول طريقة. دلوقتي بنحقن المادة دي من المواد. اصلا عيان العصب السابع بياخد الماده دي في اول اسبوع، بياخدها حقن علشان تساعد في الالتهاب. احنا بنديها له الحمد لله بطريقه مباشره على العصب مش عن طريق الحب. ده مكان العصب السابع، بيبقى مكانه بالظبط ماشي ورا الودن. ده مكان العصب السابع، الاناتومي بتاعه، التشريح بتاعه بيبقى ماشي ورا الودن. وبنبدا نشغل الجهاز، وبنعمل بقى ايه، ده دي ماده بتوصل للعصب، بنعالج التهاب العصب بحيث ان احنا نجيب احسن نتيجه في اقرب وقت. لان في ناس بتبدا تشتغل علاج طبيعي والعصب ملتهب، فمش عارفين يجيب احسن نتيجه ممكنه. لا، لما بنعمل ده في الاول بيساعد معانا، وفي نهايه برضو الجلسات بنعمله عشان نبقى مطمنين ان مفيش التهاب خالص. بوينتر ستيميوليشن ده مخصوص، مش تنبيه عضلي طبيعي، ده بيبقى مخصوص عشان العصب السابع، عضلات الوش. يعني احنا ده ما بنشتغلش بيه، يعني عضلات الوش تعتبر الشغل الاساسي بتاعه. تمام. بنبدا يعني ايه، ندي الانتنسي، نزود الكثافه بتاعه التيار، وبنبدا ندي تنبيه كهربائي. الجلسه دي بتستمر حوالي نص ساعه على الوش مع بقية الحاجات التانية. الجلسة بتبقى في حدود 2.5 أو 3 ساعات برضو. وبنعمل تمارين بتقوي، بنعمل نوع مساج معين، وبنعمل يعني بتبقى جلسة طويلة. قربي معلش، بناخد بقى نقطة نقطة. بعدين النقطة اللي بعدها، لو أنا كمان عليت سنة صغيرة ممكن نشوف الحركة بتاعت يعني التأثير بتاعه، شايفين حجابها اترفع ازاي، شفت تأثيره قوي قد ايه، خلى الحاجب يترفع لوحده. غمض عينيك، يعني بتغمض على طول. ارفعي مناخيرك، تمام. هناخد نقطة نقطة من نقط ال، شايفين الحركة عاملة ازاي. وبنكمل الجلسة كده لحد ما نخلص نص ساعة تنبيه على عضلات الوش نقطة نقطة لحد ما بنخلص. يا رب نكون في دماغكم النهاردة في علاج التهاب العصب السابع، من الحاجات المهمة والسهل علاجها على فكرة، بالرغم من الشكل بتاعه لما بيجي بيبقى بيخوف، بس يعني ما شاء الله لو العيان بدأ الجلسات على طول وعمل الجلسات بتاعته بيجيب نتيجة كويسة جدا جدا. نتمنى نكون في دماغكم النهاردة.